شعور لما تشوفون صورة مجلة أو بالويب سايت وتردون مثل هذا الشيء تردون تسوونه ويصير مثل ما هو بالضبط؟ شعور صراحة كلش جميل. اليوم راح أشارككم شلون صممت المطبخ من البداية للنهاية، من تصميمنا إحنا وتركيبنا والشغل مالتنا كله. أتمنى أنكم تشوفون هذا الفيديو للنهاية لأني راح أذكر شغلات إحنا طحنا بيها غلطنا بيها عشان أنتم ما تغلطون وما تخسرون فلوس. طبعا مكان هذا المطبخ هو بالبيسمنت، حبيت انه يكون حرف الاي يعني من جهة واحدة، وحبيت انه يكون من فوق لتحت كبتات والكبتات نفس القياس. طبعا الكبت لما تردون تختارونه، انا لما اخترته ما خليت مكان ما درت ولفيت واقارن الاسعار على مود اريد شيء مضبوط شيء حلو وبسعر اقل. رسيت اخر شيء على هذه الكبتات اللي لونهم ابيض من هوم ديبو. الحلو بيهم الصبغ مالتهم مثل كأنه بلاستيك، يعني اي وسخ او شيء يجي بيهم انكم تمسحونه كلش سهل، مو يعني انه خشب ويلزق بي، لا هو خشب لكن الصبغ مالته مثل كأنها قطعة بلاستيك او شيء بحيث انه سهل تنظيفه. طبعا القياس الطبيعي للكبتات فوق انها تكون 30 انش، فاللي سويته انا اخترتها 24 انش علشان يكون الارتفاع من البداية للنهاية نفس القياس، لانه يكون دائما الكبت اللي فوق الطباخ يكون قياسه اصغر وفوق المغسلة بعد نفس الشيء، لكن اللي انا سويته خليتهم ارتفاع اعلى وخليتهم كلهم نفس الشيء علشان يكون من البداية للنهاية نفس الطول مثل ما انتم شايفين. فطبعا لما جبناهم ركبنا اول شيء الكبتات اللي فوق، وشون تركبونهم خلينا خشبة وعلى هاي الخشبة نركب الكبت فوق وبعدين نثبته. طبعا اكيد لازم قبل لا تثبتونه تشوفون الليفل مالته عادل ولا لا، يكون عندكم جهاز الليفل هذا اهم شيء. بعد ما ركبنا الفوق ركبنا اللي تحت، طبعا وين ما ترحون سواء كنتوا بالبيسمنت او فوق ما يكون الارضيه الارتفاع مالتها متساوي، فعشان هيك لما تنمون تخلونه تشوفون الليفل مالتها وترفعونها شويه، ترفعون الكبت على جهه اليمين او جهه اليسار الين ما يصيرون كلهم نفس الليفل. الشيء الثاني اللي هو الهود او الساحبة خليتها under the cabinet هذه مثل ما انتم شايفينها، عشان كذي جبت هذا الكبت مثل ما انتم شايفين ويكون هذا الهود داخل بهذا الشكل، فهذا اريح شيء. الهود مثل ما انتم شايفينه مو مبين. قياسات مهمة لازم تعرفونها اذا الطباخ مثل ما هنا انا عندي قريب يم الحائط، فلازم تعرفون ان تخلون 8 الى 15 انش المسافة اللي هنا، ونفس الشيء اذا كان عندكم الطباخ مع السينك المسافة اقل شيء لازم يكون 24 انش. ومثل ما انتم شايفين الطباخ انا خليته اللي هو هذا اللي هو الكوكينج توب انه بس فوق، ما خليته كامل علشان يكون عندي الكبتات اللي تحت من البداية للنهاية ما فيها اي اختلاف. معلومة ثانية لما تختارون السينك، الكبت مالت السينك هذا اسمه سينك كبت، نفسه هو راح تختارونه حق الطباخ اللي اذا انتوا راح تحطون طباخ مثل هذا طباخي، فهذا يسمونها مسين كبت نفس الشيء. شو الفرق بينهم وبين الكبت العادي؟ هذا الكبت العادي يكون في مجار، خلى انا هنا سناك حق الاولاد وشاي، اما اللي حق السينك ما يكون ما يفتح. فاذا تبون تخلون طباخ نفسي هذا فهذا اللي تحت راح يكون سينك كبت مو الكبت العادي. السينك مثل ما انتم شايفينه اخترت لونه اسود، طبعا الطبيعي عندنا اللي هو الستيل، لكن حاليا ترند 2020 وترند 2021 انه يكون السينك لونه اسود او ابيض، فانا حبيت وايد انه يكون اسود. ومثل ما انتم شايفين خاله الحنفيه لونها اسود والهاردوير بالكبتات بعد لونهم اسود، يعني الهاردوير لونهم اسود مع الكبتات لونهم ابيض، فانتاستيك وايد حبيتهم. خلينا اتكلم لكم شوية عن الكاونتر توب. الكاونتر توب طبعا في انواع وايد، في الجرانيت، في الكورتز، في البلاستيك، في الهارد سوليد يسمونه، وفي الخشب. انا اللي اخترته اللي هو الكورتز، صحيح قيمته اللي هو اغلى شيء من جميع الكاونتر توبز الانواع. ليش؟ لاني انا اريد اللون ابيض، واللون الابيض ما تقدرون تشوفونه بالجرانيت الا الكورتز، ممكن تشوفونه بلاستيك بس انا ما حبيت اجيب بلاستيك ولا خشب، خفت لا يخرب من الحراره.
لما تردون تختارون الكاونتر توب انصحكم تروحون كذا شركة علشان تشوفون الاسعار، لان الصراحة انا لما رحت للشركات يعني انا اخذت كوتيشنات من كذا شركة وانا قاعدة بالبيت، كنت اشوف شنو اللي قريب من عندي واتصل فيهم يعطوني كوتيشنات. الصدمة ان في واحد من عندهم عطاني 3 أضعاف أو 5 أضعاف السعر اللي انا سويته، وهاي ميزة حلوة نكون متبسون كاونتر توب. اوكي واحد قل لكم انا سويت عند هذا فلان وهذا انصح بي، اوكي ما في مشكلة روحوا له واخذوا من عنده سعر، ونفس الشيء هم اخذوا سعر من مكان ثاني، لان صراحة الاسعار صدمة، نفس القطعة ونفس النوع ونفس الشيء بس اسعارهم كلش مختلفة. خليني اوريكم هذا الهود الحلو فيه بتو لايتس، خليني افتح لكم اياه علشان تشوفون اللايتس، وفي درجات تقريبا 3 درجات قليلة متوسطة إلى عالية علشان يسحب الدخان. طبعا قلت لكم على الطباخ، احنا نسميه طباخ او الغاز، انا وايد احب وافضل اللي يكون الغاز او الطباخ يكون كهربائي، وايد مفيد وخصوصا اللي عندهم اطفال كلش سهل وكلش مريح من ناحية التنظيف من ناحية الامان من اشياء كثيرة. هذا القياس اللي انا جبته 24x24 بمثل ما انتم شايفين 4 عيون، ومن اول ما تزوجت الى الان احنا نستخدم كهربائي وايد مرتاحين عليه. سو هسه خليني اقولكم القياسات للكاونترات، هذا الكاونتر 36، هنا 18، هذه بعد 36، وهذا الكبت بعد نفس الشيء 36 انش. السينج تقريبا 27 انش، والحلو فيه انه لا هو كبير ولا هو صغير وبيحوضين. انصحكم وايد اذا كان تردون تسووا لكم مطبخ انصحكم انه يكون عندكم سينج ابو حوضين، لانه حوض تخلون فيه المواعين وحوض لما تغسلونهم تخلون بالحوض الثاني. نجي هسه خلينا نتكلم عن الاكسسوارات. طبعا هذه جبتها من مارشل، وراح اشوف لكم رابط اذا في مثلها من امازون خليكم اياه بصندوق الوصف. الاحلى شيء اللي هو هذه اللي هم قطع الخشب، ممكن تستخدمونها انكم تقطعون عليها الخضرة الفواكه او تقدمون بها الجبن او الخضرة والفواكه. هوايت عجبتني الحركة مالتهم وحبيتهم، خليتهم هنا كديكور بهذا الشكل، وخلنا اوريكم شنو وراهم. خلينا نقطة كهرباء علشان نستخدمها اذا احتجنا شيء، فبهالطريقة انا خلتهم وخلى هذه فوقها. نجي هنا، طبعا هذيلا وايد كيوت وايد حبيتهم، خلى بيهم شكر، خلى بيهم شاي قهوة اللي تردون تخلونه. نفس الشي هنا أنا هاي حبيت انه يكون شي مختلف شوي، يعطيني اللوك كأني قاعدة اشوف المطبخ من بنترست. هذه جبتها بعد نفس الشي من مارشل، هذه اللي خليت فيها الصابون، صابون غسل المواعين، جبتها من ايكيا يمكن بدولار كلش رخيصة، وهذه الحنفية كلش رخيصة لقيتها امازون مثل ما انتم شايفين. هذه الحنفية هذه تطلع لي برا علشان اذا تبغون تغسلون بهذا الشكل هيجي او هيجي، فكلش حلوة وترجع اوتوماتيك. طبعا هذا الكاتل، الكاتل هذا كلش مهم كلش كلش مهم عندي بالمطبخ اللي فوق واللي تحت، حلو لما تبون تسوون شاي قهوة تسوون اشياء سريعة، وبعد يساعدكم بالطبخ. طبعا مثل ما انتم شايفين اخترت لونه ابيض علشان يناسب مع المطبخ، والحلو بهذا ان اكثر الابيض ما يكون بيهم هذا الشفاف. انا دورت وايد على ما لقيته، ليش؟ علشان اشوف كمية الماء داخل شقد باقي شقد مو باقي. وضفت مثل ما انتم شايفين هاي الاضافات البسيطة هي من خشب، هم جبتهم بعد من مارشل. واهم شيء خلينا نتكلم عن الباك سبلاش، هذا من اروع الباك سبلاش اللي شفته، طبعا مو مبين هواية بالفيديو، لكن هو لونه ابيض عبارة به عن 4 درجات من لون الابيض. اذا تشوفون هذه ابيض فاتح ابيض شوي غامج او عن الجري او حليبي، يعني منظرهم كلش 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 حلو. بالبداية احب اقلكم ان هذا المطبخ اشتغلنا بايديننا وبجهدنا انا وزوجي، تصميمي انا والشغل شغل زوجي. اللي بلشنا اول شيء هو الكبتات، ركبنا الكبتات اللي فوق، وطريقة تركيب الكبتات اللي فوق كلش سهلة. شو تسوون؟ تخلون خشبة هنا تحت طويلة من البداية للنهاية علشان شنو؟ تقعدون الكبتات عليهم بعدين تثبتونهم، بعدين نثبت الكبتات اللي تحت. والطبيعي العمق الكبتات اللي فوق 12 انش، اما الكبتات اللي تحت 24 انش. هذه قياسات كلش مهمة لازم تعرفونها، وهذه من اجمل الاضافات اللي ضفتها
طبعا انصحكم انكم تضيفون مثل هاي الارت اللي انا مخليتها. هذه لك كل الشخصيات جبتهم من والمارت، قياسهم 9 × 12 انش، والرسم اللي قاعد تشوفونها هذا رسمي انا رسمته، لكن شفت الصوره من نت بس انا رسمتهم. وحسا وصلت انا وياكم لنهايه هذا الفيديو، اتمنى ان استفدتوا من عنده، وكتبوا لي بالتعليق شنو لون مطبخكم المفضل. وقبل لا تطلعون لا تنسون انكم تشتركون بالقناه وتضغطون على جرس اللايك وتفعلون جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. اشوفكم على خير، كانت معاكم زهره، باي باي.